الهدف الثاني للمستقبل الرياضي في المرسى، الهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى، هدف أسامة الدراجي بعد لمسة وتمهيد بذكاء كبير من يوسف المساكري اللاعب البديل. أسامة الدراجي هداف الترجي الرياضي التونسي في المقابلات يعني الفارتة، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني والسادس لأسامة الدراجي هذا الموسم مع الترجي. أكيد يعني فرحة جمهور الترجي، وننتظر العرض البطيء لهدف الترجي. هذه الكرة وافتكاك كرة من يوسف المساكني لعدلي الناشي، يوسف المساكني مهد إلى أسامة الدراجي، يحط كرة بين ساقين محمد لمين بالخوجة. التمهيد ليوسف المساكني والتسجيل والتوقيع لأسامة الدراجي في توقيت 81 دقيقة لعب. الترجي يتقدم على المستقبل الرياضي بالمرسى بهدفين مقابل صفر. يوسف المساكني يلعب كرة، يخرج كرة من مناطق الترجي الرياضي التونسي، ترجع لسليم المحجبي والضغط من مايكل إينيرامو ويربح المخالفة سليم المحجبي. هدف أول لمايكل إينيرامو في الدقيقة 7.